تكثر. مش لازم تجي لسعة خفيفة يا ولد. زنجبيل لا يا أخي أبرك يطرد تمرمط جراثيم اللي بجسم كله يطردها ويدفيه. ولد أنا خايف يجيني زنجبيل. ها؟ خايف يجيني التعب. أنا الشيء اللي ما أحبه لو إنه مفيد. وشو؟ ما قربته. الشيء اللي ما أحبه زنجبيل ما أحبه مرة. والله أنا بطل. يا عيال تدرون ايش مشتري والشيء المضر لو اني احب والله تشوفني دائما بليلة عندي الشيء المضر استغفر الله وتوب له تبتب الرب ما قد كليتها الا شيء مضر شيء مضر يعني استغفر الله يقدر عليك لا متعب لا والله بليلة حرم بالله كم مع شطه مع خل بليلة هذه الناس يحبونها انا ما قد كليتها الا بالمستشفى والله بطل بليلة قدام المستشفى يا قديم انت وش راح تفتح لك منتج يا ابو لبن اذا مثلا ان شاء الله وفقك الله رمو لبن راح تفتح لك منتج لبن انت لبن والله فكره حلوه والله فكره حلوه على ابو لبن اسم عندي اسم عندي يمكن الله اعلم والله شعار يعني شعار ومسمى قوي جدا مسمى ترى قوي جدا اما البالكون لا لا ترى مسمى بس كيف ابو لبن ما شاء الله لا شو والله يعني جمهور هي ابو لبن جدا انا بامكاني اخذ فكره من الاسم ولازم احط نفس الاسم فكره هو ما فيها الا لبن ابو كيف تاخذ فكره؟ مثل الحلال اللي فتح يا اخي خليك مثلا نظبط لك فكره يعني حلو خلطه باللبن بس تنجح يعني حط لبن وحط اللبن زبده زبده ترى زبده ولا لا شوف افكار كثيره سويت بحياتي اللي بيفتح شيء مشروع تجاري بيصفي الله وافكار كثيره لكن تكثر طموحاتي بعد كل مشروع زي فكره الاسلام اللي بالزباد ابو عثمان يوم قام يفضفض سمعت عنه ما سمعت انا امرك انت حياتك فاضيه افكر بالفنجان بيبي انا ما فلحت بشيء ما سويت بشيء ايس كريم زبادي لا اي اي والله اقسم بالله قد سمعت ايس كريم بالزبادي سيئه وجميله كلنا والله كل شيء اقول اي كلنا ندري ندري فخلق الانسان من كبد كبد انسان من كبد ترى كلنا يعني خلقنا في ايش؟ في كبد يعني في عنا في جهد في ايش ما بين شيء طبيعي يا اخي يا سلام شيء طبيعي فلا بد نحن ايش؟ نكافح ونقاوم ونداحم العروق ما في هنا الاوجاع مرتاحه الله يحفظنا ان شاء الله ما في ناس من الاوجاع مرتاحه سلام والصبر في مثلها من ربنا منحه لولا التعب ما عرفنا قيمة الراحة ولو المرض ما عرفنا قيمة الصحة. يا سلام هذه المن أذكر يوم من الأيام. هذه والله أذكر يوم من الأيام ولا قطع. اسلم. دخلت قست مع المشهور أحمد رحيم. ونعم. عليك الله والله. الساحل الساحل ونعم. الساحل. بالله يستر. عزيز وغالي. المهم جالس نسولف ما أدري إيش وجالس يكلمني يعني ليش وقفت؟ ارجع كمل صوتك حلو من ذا الكلام. قلت له إن أنا وقفت عشان دراسة وقلت له أمور فهمت. دخل معنا قست كانت قسات الداخلية دخل معنا قست المشهور عزيز محمد مسي عليه كان يسمعني يستاهل بعد بالله يستاهل فجلس سولف معي وما ادري ايش من ذا الكلام فاعطاني مقولة صرت اكررها وش هي المقولة هي ولد اللي حفزتني واجد ايه علمني بها اقسم بالله قوية المقولة اللي هي شكرا اعدائي على دعم الارادة انتم عالم سيئون بشكل جيد سلام شكرا اعدائي على دعم الاراده على دعم انتم الإرادة. عالم سيئون بشكل جيد بشكل جيد يا ولد صرت كل ما اماني شوف 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 عدل 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 العباره والله معلش بس اني شفت المايك فرحت احس انه جوالي والله العظيم شعور بكمل السالفه بعدين اسلم اسلم هنا بالنص قال وها شوي بلا قاطع والد اسلم اسلم يا حسن المهم فجلس يا ولد لا من ذا الكلام قال انت اذا تمشي على كلام العالم بتوقف ما راح تنجح وصادق كلام سليم انا يعني شوف ما وقفت عشان العالم وفيها اسباب وفيها اسباب عشان الدراسه فقام العالم كلهم يطلبون نزل صوتك نزل صوتك نزل صوتك نزل صوتك قلت نزل صوتي بس عرفت الشخص اللي يحبوه العالم بدون ما يشوفون مشاكله يعني كذا شخص ما يعرفونه بس يعرفون صوته لا يسمعون صوته يعرفون هذا حسن اللي اعطاك الله قبل الناس حبي دين هذا هو الحمد لله والله نفس منعتك الدراسه قصدك وش الحين منعك دراسه انا بردي الربع بردي خلاص خلينا دراسه لا ليه اكيد ما ضحك لا تضحي بالدراسه الدراسه اهم شيء اكيد المهم والله انه اهم شيء المهم فقمت انزل صوتي اول مقطع نزلته وصل نص مليون كان هذا ما قبل يعني ما يظهر وجهه كان ايش مشتهر على صوته فقط إيه؟ شاشه سوداء ايش يغني او يطرب
هذا دليل ان صوته حلو اصلا. ايه المهم ونزل قبل يكون شكله الله يطول. احسك بتكون جاي من رشوف يا اخي. شوف انت ما يشوفونك يحطونك هنا حسن. ولا قاطع وارد بس بقول اخر شيء عندي وبقفل. المهم فنزلت صوتي انا اصلا في البدايه قمت اشوف مقاطعي في كل مكان فنزلت مقطع وصل نص مليون. حلو. نزلت اول مقطع انا كنت متخوف ان المقطع اذا نزل ما يضرب. نزلت اول مقطع نص مليون. كنت نزلت المقطع الثاني 300,000. كنت نزلت المقطع الثاني 400,000 500,000. فكل ما لها تزيد المشاهدات وكل ما فكثير ناس قالوا قدم برامج واقعيه. قدم برامج واقعيه لكن بس انك تقدم لازم تسوي لك اعمال. صح لازم تطلع بعمل. لازم تطلع بشيء نتيجه بس لا تكون كلمات ابو لا ان شاء الله. طيب انا تركت وظيفتي. ابشر بالعوض وابشر بالسعد. شوف هي تتطلب تضحيه. تضحيه لازم تضحيه لكن في تضحيه عن تضحيه. تركت وظيفه بشيء. تركت وظيفه صح ممكن تحصل وظيفه صح لكن انت تدرس وفي طور الدراسه. حلو انت تدرس الان تترك دراستك عشان شيء ممكن ما تنجح فيه ما عاد يجي لك نفس انك ترجع تكمل دراسه. هذا هو ويمكن اصلا الاداره ما تقبل انك ترجع حسب هذه هي. عرفت هذه لذلك هي. انا حذفت ترم مع اني انا خريج الفصل هذا لما دخلت هناك خريج خلاص خيره وان شاء الله انك لا إن شاء الله ترجع تكمل الترم ترجع ان شاء الله ما تشوف او مالك ابو الدراسه خلها. انتبه انا من 2012 من يوم اللي فوق ثانوي وانا اطلع في اغني وثاب. انا كنت اغني ترى ما في 12 من في الثانوي كنت اغني في مسارح المدرسه وكنت مره رحنا بالشنت انا واحد من اخويا عمل من المدرسه نفسهم جاء وقالوا عندنا عمل نبيك تدش نحن التخرج وما ادري ايش. حلو حلو حلو. اول مره بحياتي ادخل استديو. ممتاز. دخلت استديو ولبست السماعه وقمنا ندشن العمل ونوقف لا سوي كذا وقول كذا فهمت. كانت بدايه حلوه. انا طالع الاستديو اصعب موقف مر عليك في الاستديوهات المشي مع اللقاء صح؟ صح الزمن لا 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 يا اخي متعب ما هو متعب ما هو انا متعب. انا يا مالك سجلت اعمال طيب تمام؟ بعضها مدشنه موجوده في مواقع التواصل بعضها لا تمام؟ اكثر عمل تعبت فيه دمه. شوف امشي مع اللقاء هي انك تمشي مع اللقاء وتمشي مع الزمن هي كيف اقول لك؟ بعضهم ما يمشي صح ترى الزمن مو بشرط انه ايقاع عادي يا لا يا لا 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 هو اللي نفسه الزمن هو تمشي متى تدخل شوف اذا صفقنا في ناس يطلعون برا مخهم لازم تمشي لا لا عنده مشكله لازم تمشي